السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي نظر عيني الغالين الزينين الطيبين، اذكروا الله سبحانه وتعالى وصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ورطموا لسانكم بذكر الله وبذكر الله تطمئن القلوب. الله يطمئن إن شاء الله قلوبكم في الدارين الدنيا والآخرة يا رب البيت والحرام، ويسعدكم في هاي الأيام ويستر عليكم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه. الله لا يحوجكم لإنسان، الله لا يحوجكم لإنسان، الله لا يحوجكم لإنسان. إن شاء الله الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. حبايبي وبعدي مستمر رحلتي في مدينتي الجميلة خور فكان عند الأهل. قال يوم تهلك مالك إلا أهلك، وفعلا ولا كلهم بيفرون عنك، بيتمون عندك حيانك وهم حيانك. نعم، أما باقي الناس قال ولا باجي الوادم وغيرهم منه ومناك تعرفونهم انتو هذيلا. قالوا كثرة والخلان يوم خرصي دبس، يوم الخرص قالوا كثرة والخلان يوم الخرصي دبس، وقلة الدخيلة يوم خرصي يبس. يعني معروف الكلام، لكن أهلك غير. فحلف علي أخوي أحمد ومرت أخوي فوزية بنت علي إبراهيم، إلا اليوم البارحة ما أكلين لحم من عمام الشوى من بيت نوح من السور بن خزيمة، اليوم عاد ما يصير إلا نسوي لك شابس ويا هذاك الآشار ويا هاك الرطب الشهل دوطة. يا ربي هلعوني متعب أخبركم بكمل غداي في خور فكان، وياكل الرطيبات وياكل الاشار وياكل يلس واليهالو واليمع. يا ابو كم الاهل ما شخر على الاهل، كذب اللي يقول عشيخر عن الاهل. ويا لسبوي وعند الربع في خور فكان مدينتي الجميله، يا رب الله عبد الله ابو مصعب الله يطول عمره ويبارك في حياته، والكابتن وكلهم محمد جولون والمحمد علي مبارك والشله وقهوه الحصن عند سلطان والشو يا والخور الكوفي شوب ما يسمونه، وخو خور فكان يا ابوكم ابو خور فكان دره 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 على الارض. انيه لي بال كلها كوفي شوب، وانيه على البحر كلها كوفي شوب، وانيه شدني وهاك التكييف والحمد لله رب العالمين. وهذاك الرطب وهيك الهمبا وهيك الماء والخضره والشعب الكريم، الماء والخضره والشعب الحلو، الماء والخضره والشعب الجميل، الماء والخضرة والشعب الونيس. وين خور فكان؟ إيه وأنا جالس. الخير خيري والشر لغيري. باكر تيتي تيتي كما سرتي إيتي. سبحان الله في طبيعة ما داني إلا سير فريجي. هي مسقط راسي الشرق أصلي في مسجد الميرزة. وهذا قمت اتذكر في زماننا مضى. الله هذا فريج، لكن وين عاد هذا اللي عقب استوى؟ ها كله استوى عقب، ها كله ماشي، هذا يبلنا وهذا فريجي. الله ياك الزمان، لكن بعد القلب يحن، قلبي يحن يحن. الله هذا سحا فريجي. نعم هذا وين انا ما استويت وعشت وربيت. نعم، والحين بصلي صلاه الظهر في مسجد الميرزا. هذا أقدم مسجد، مسجدين في الشرق، هذا المسجد العود مسجد النواخذة، وهذاك بعد مسجد النواخذة أبو حمد صالح، هذا مسجد أبو حمد صالح ناصر حمادي، وهذا مسجد علي بن عبد الله الميرزا حمادي. هذا المسجد الشهير جامع. هذا صلينا والصلاة على النبي محمد وردينا. عاده الغداء شوي متأخر، أحسن كل ما تأخر الغداء أخبرك صدق. عاده أنا الحين بعدي في الشرق، افتتاح قريبا مطعم السفار. فعلا مطعم السفار اسم على مسمى، بأن من هذه المنطقة كانت تطلع الأبوام والسفن والبندر وأم خيبي والمرقة من هاي الشرق. هاي الشرق شوفوا، وهذا نحن في انتظار افتتاح مطعم السفار تحت الله. فعلا اسم على مسمى في موقع. اهلا ابوي حياكم الله. الله 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 الله. شوفوا شوفوا، شكرا بلدية خور فكان على هالتشجير على الاعتناء بالمنطقة شيء. وان شاء الله نحن مطعم السفار وانتظار افتتاحك
مطعم شعبي يقدم جميع أكلات الشعبية. زين حلو. هذا دخول السوق. ايه اول ما ادش السوق صارت عيد ابو محمد. اهلا ابوي كيف حالك؟ عساك من عواد. يا هو ربي خور فكان. وش حالكم عمي؟ سلمك. من وين جايين انتم؟ ساكن خير. من وين بقعدكم؟ مديري. من ديفي. وانت؟ من ابو ظبي. من ابو ظبي شفت ظبي ريا ابو يمشي بالعدل. تعرف الاغنيه؟ نعم معروفه. ما ادري وحش ولا عربي يا ناس منها. ابو ظبي العاصمه على عيننا وراسنا. نعم. عسى الله يطول عماره شيوخنا ومعازيمنا ان شاء الله. امين. يعطيهم طول العمر والصحه والعافيه. انت شويه تاخذ الحين؟ امين. تاخذ شويه. تاخذ يا رطب. الله يا هو رطب. اي نعم. خورف كان ام الرطب. اي نعم. خورف كان ام الخير من سوت الدنيا. امين امين. ايه. نعم نعم نعم. ما في شهل شهل ما في بس رنجينك. لا شيء شيء الله. هذا للرنجينك. هذا حق الرنجينه. هذا شهل شهلها مع الرنجينة. أكلة الرنجينة حد يسميها رنجينة وحد يسميها رنجينك، وهي أكلة سويت صيفي من الرطب، بس ما بكل رطب ولا من الخنيزي ولا من الانغاء هذا البرحي ولا لا، لها رطبة خاصة فيها من الأقدمية رحمة الله على يداتنا وأمهاتنا، ولا أكلة شعبية في الخليج كثير ما يعرفونه، لكن في كثير يعرفونه. وهذا رطبها، شوفوا الله هذا الرطب. حين كم الكرتون هذا؟ هذا كرتون 40 تنين قلو جادة فيه. ها ما متى هذا؟ اليوم الهيني يلا مرة الحين هذا مرة. إيه هذا شهل؟ ما شهل. هذا شو هذا؟ الشهل؟ ما رنجينة؟ معلوم رنجينك؟ ما رنجينة مالي. شو رنجينة؟ شو زعني؟ أنت معلومك شو إنزين؟ يا ربي شو شفت وحصلت؟ سبحان الله. حد يسميه بيذام وحد يسميه لوز، ويوم قال الشعر دايما الله عليك يا اللوز، ودايما الله عليك يا اللوز، ودايما الله عليك يا اللوز معاش بطيق الليش حالات يا الله. شوف الأول لا طعم لا ريح. كم الواحد؟ عطني ما نشاد عنك ببطل بغوابة. كم هاي؟ غسلها باني لو يا رب. بيذام ما الأول باني ديو باني ديو. هي نعم 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 نعم. قالك المالك بالذات هنية. لا تحملوا اغسلوهن لا ملك الحكيماويات وطباس لا وتسلا لا هي كل غسلوهن. ايه غسل ايه. الله الله يا هيلوزه. نعم اني من خورفك بس ما اروح اسوي مطاعم، ما احب التعب احب الراحه. انزين انا في مطعم شعبي في خورفك كان. يا الله شوف هذه مدينتي خورفك كان عام 1961. لا 60 هاي اخي بعد ما بالصفر تقول من لاس. انا ابوه اشوف هذا انزع عاد شو. طب اهلا بالغالي يا صديقي 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 محمد القديم من اسكندريه في الشرق في الشرق يعني الشرق احنا. انزين عاد شو المطعم هالغاوي؟ ولا صارت صوره شو المطعم غاوي فيه؟ السمك مبزق حط عليه بهاراته. تعال كولو 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 شوفوا مرة هاي الثلاجة. افتح الثلاجة شفتوها هذه الكوفر طلعها او الشعرية انبهار. وانت تطلب هذا افتح الربيان. شوفوا انبغتوا الربيان والان دوكم الربيان والنغر. يا ربي يا الله يا الله يا الله يا الله. هذا الربيان مقلاي شيء شعبي. وش حق تطولها وهي قصيرة؟ قالوا لك السمك عمي. ايش حال حبيبي؟ قول من انت؟ من عمان. ونعم فديت عمان واهل عمان الساعة المباركة اصفرت وانورت. نعم وين من عمان؟ من وين من عمان؟ على صحار ودوني محل يلسن وياهم ويا اهل الدار خذوني بعبر عن شعوري. فرحني بدح لي الشهية اليوم بتغني محمد من روح سلالة نعمان. يا الله نعمان شو اسمك؟
رشادي والنعم والامور ايش اسمه شمه وريحه الجنه يا اهل عمان قولوا امين امين فتح لي الشهيه فتغدر احمد غدا شفت السماء يا ركو 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 انبحر جاهز حط علي بعد حط علي الطين شوي الله 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 نعم هذا الحتف مرة جاهل ديك الساعة طول على الجولة طول على الجولة وغرقها نعم هي شعبي ما في بعد سير وتعال عندك ضيف حدياي النخب ما سرعة سرعة ما الجلدي جلدي فوقه فوقه مرة وها وين هذا في الشرق 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 وما أدراك ما الشرق يوم الشرق شرق في يوم القيامة بتم الشرق هي الشرق والحين كل سوق الشرق والعالم الشيخ والجو الله العظيم وصلارة زين قاوي ايوه احمد اتغدى بيت احمد كسار سوي لي مجبوس شو غرفة كان اليوم شوف 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 تعال اكذب انا ما اكذب تعال شوف 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 مدينة في الجميلة شوف الغيوم انا وين انا في هولندا لا لندن لا بنغلور لا جيبوتي لا عيا وين حرية غرفة كان دار الامان واحسن مكان على طول الزمان بلدي وانجارت علي عزيزه واهلي ولو بخلوا علي الله شوف شوف بيوت الله اسال الله يحفظك يا بلادي من كل عين ومن كل حاسد شوف فديت اليبل ومن ربى فيها تحتها ظله ومن شافت عيون السلام عليكم الغالين ما طولت عليكم شويه بعد ما في ناس تغدون الساعة 3:30 وذن العصر لا حالات الغداء آخر شيء آخر حد 2:30 بس وعيال هالزمان تمون راقدين وكلام فاضي المهم نحن حين عند بيت أحمد الكسار حلفوا علي هو يا فوزي ماسي ما صرت وغداء قال لحم استوعي من الليلة من اللحم الله يا الصينية هاي افتحوا لي هالصينية خلاص طالع أبا 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 هذا الأكل الشعبي المعتاد وهالرطيبات الغاوي كل خرف كان لا والآجار نوعين نوعين ويعرفون عوقي وهذا أكل شعبي يبو كله ودك خرف كان مع ماخذين سلكل الكويت لازم الداغوس الأولي هي بعد مرتب عايش في الكويت السلام عليكم الحبايب الحمد لله رب العالمين وصلنا الى ابتسم وانت في الشارجة ودقيت لي اشي القيمات وتولع القيمات بالحلوة وتوني على البروح ما شاء الله اللهم صلي على محمد هنوهم وباركولهم باركوله اول الحجاج اول الحجاج يوصلون من مكة ما شاء الله الساعة كم وصلتوا اليوم واصلين تقريبا الساعة 6:30 ما شاء الله عليكم انتوا اول حجاج توصلون الامارات اي نعم وشو مصوع على شو والله سمك حريه وعيش اي نعم هذا اول حجاجه توهم واصلين ما شاء الله بالبركه عليكم الله يبارك الله يتقبل طاعتكم حجكم مقبول وذنب ان شاء الله مغفور جزاكم الله خير ويقول لك يقول لك ابو يداق عليهم العيش مال الحريه من مطار دبي للمطعم شارع محمد بن زايد طول الله عمره نعم اول حجاج يوصلون ما شاء الله تستاهلون السلامه الحمد لله على سلامتك الحمد لله رب العالمين تباركت مطابخ حريه بالحياي ما شاء الله عليكم اشوف متولهين على السمك والابيض شيء ما شيء هناك ما شيء ما شاء الله عليكم عندوكم عادكم في علمكم هذه الاثنين الحياي اللي عندي الحي انا متبارك فيهم ويا سلام شد حرون حجه وحده اسمعوا عمي انت كم حجه كم براشد 28 ابو راشد كم 28 حجه وانت عمي 28 تبارك الرحمن حمله عنده حمله تبارك الرحمن اشوف مطبخ حريه اول الحجه هاي البركه ريحه
مكة بعد بيوم ما شاء الله عليهم تبارك مطبخنا ما شاء الله تستاهلون السلام الله يسلمكم بالعافية عليكم ما بحجوا حجتين 28 حج وهذا 28 حج هاي النعمة هاي البركة نعم فليتنافس المتنافسون الله يعطينا يا رب العالمين.